وعليكم. يعطيكم العافية. استريحوا يا شباب. استريحوا. هلا وسهلا. حبيب قلبي. اللي في غرف النوم علي العساف. من عندك من الشباب هناك؟ شباب يعطيكم العافية جميعا. في أحد باقي داخل هناك ولا لا؟ تأكد لي سائد. الشباب اللي في غرف النوم لا أنت يا سائد. يعطيكم العافية جميعا. حبيبي يا هادي. محمد آل دنعة وينك؟ محمد شهراني. تبيت. تعال تفضل عندي هنا يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة. حياك الله يا حبيبي. تفضل يا محمد معي. جميل العتيبي. وينك يا جميل؟ تفضل معي. بالعافية. يعطيكم العافية. استريحوا. يعافيك. شباب يعطيكم العافية جميعا. لا لا لا. كيف تبغاني آكل وأسولف؟ ما بتضبط. طيب نجلس يا شباب. تستريحون. عشان بس موضوع تقطيع الكاميرات اللي أكدنا عليها أمس. تمام؟ الأمر الثاني أنا جالس أقول تقطيع الكاميرات وحبيبنا جالس يتمشى. رايح جاي. آخذ راحتك في بيتكم أنت صح؟ طيب استريح يا حبيبي. شباب في نقطتين أبغى أكد عليها. النقطة الأولى جلساتكم لازم تكون على حرف يو أو على حرف إل. لا تي تاخذ يمين ونقول لك مع السلامة من البرنامج. يو أيوة مفتوحة أو إنكم تجلسون على حرف إل زاوية. يس أيوة إل هذه زي كذا تمام. واليو كيف كذا صح؟ ممتاز. الدائرة لا. ليش؟ لأنك وانت جالس معطينا ظهرك أنت مقفل على المسابقة اللي قدامك. فلا جمهور استفاد ولا مخرج قدر يجيب الكاميرا ولا استفدنا أي حاجة. فكل سواليفكم ضايعة فيضطر المخرج أنه يدور أي مكان ثاني. تمام؟ ترى حقيقة أتكلم يعني في كانت لوكيشنات جدا ممتازة اليوم والحوار جالس نسمع من الاستوديو مرة ممتع بس ما قدرنا أبدا أن ناخذ اللقطة فاضطرينا أن ننقل في أي مكان ثاني. سالفة من؟ سالفة خليه يكذب زي ما يبي بكيفه هل هو معه على راحته. طيب ما أدري ما أدري ما أدري. طيب النقطة الثانية يا شباب موضوع الالتزام بالوقت اللي أكدنا عليه أمس. حلو تمام. ما أبغى أسمع من أحد معليش. نواف بن عياش سبيعي محروم من البث اليوم كاملا لأنه تأخر في حضوره وحرمانه من البث إيش معناه؟ معناه الجمهور ما راح يشوفك، معناه الجمهور ما راح يقيمك، معناه محروم من درجات التفاعل كاملة، معناها ممكن تكون أنت أول المودعين من البرنامج. تمام؟ فإحنا أكدنا على موضوع الالتزام بالوقت لأن الإعلام التزام. النقطة الثانية موضوع الكنترول على كلامكم طريقة حديثكم في البرنامج. صحيح. إحنا اليوم اضطرينا أن نطلع فاصل مع محمد ناصر محمد آل دنعة بسبب أنه جاب العيد واضطرينا نطلع مع فاصل مع جميل العتيبي بحكم أنه جاب العيد فحرموا من البث تقريبا. شباب نوحد الصوت نتكلم جد. فحرموا من البث 45 دقيقة. الحرمان معناه خصم عليهم أول شيء على الفاصل اللي احنا طلعنا فيه قفلنا البث والتفاعل اللي راح يكون داخل البث طبيعي جدا انه راح يأثر عليهم من ناحية تقييم وتصويت الجمهور. فنتمنى منكم الالتزام. الشاشة لكم انتم. احنا جالسين بشكل عام كلنا ما ابغى اسمع من احد. احنا جالسين كلنا ما نبغى نذخر جهد نهائيا وجالسين نسعى في انكم تظهرون باجمل صورة. طبعا الخطأ اللي صار من محمد ومن جميل غير مقصود وأنا أعي هالشيء هذا جيدا ولكن بحكم أن إحنا في شاشة فلن نتهاون أبدا. الكلام ترى للجميع الكلام ما هو بس لمحمد وجميل. لن نتهاون أبدا في أن الكلمة الغير مناسبة أنها تظهر. طبعا هم ما الكلمة اللي هم قالوها ترى عادية ولكنها مش مناسبة أنها تقال على الشاشة فقطعنا لكنهم ما وصلوا إلى موضوع الأدب بالعكس هم محشومين أبدا. لكن الفكرة في أن لن نتهاون أبدا في أي كلمة غير مناسبة مباشرة راح نلغيها وأيضاً
اللي يجيب العيد راح يحرم من الغداء. لا جاب العيد احنا ما درنا عنه. شباب ما في شيء يضحك. لا بس ما درنا. مسفر ما في شيء يضحك. انا اتكلم جد. تمام؟ راح يحرمون مباشرة اي احد. وهذا انا اقول لكم من باب التأكيد. اي احد يقول كلمة مش مناسبة انها تظهر على الشاشة حتى ولو كانت مناسبة خارج الشاشة راح يحرم مباشرة من البث. موضوع التوقيت والالتزام اتمنى ثم اتمنى ثم اتمنى ان نلتزم خصوصا في الايام اللي انتم جالسين تطلعون وترجعون فيها. يعطيكم الصحة والعافية. محمد جميل اسفين جدا على الخصم اللي وصلكم. تمام؟ لكن نأكد ان الخطأ اللي انتم سويته انه خطأ يعني عادي وغير مقصود. ما وصلتوا الى موضوع الادب ولا الاخلاقيات ابدا وانتم محشومين على شيء هذا. ولكن احنا نأكد على ان الشاشة بالنهاية احنا مؤتمنين عليها وما يظهر فيها الا شيء الجيد. يعطيكم العافية. فالكم طيب. خذ راحتكم. فقرة من انا راح يرتبون معاكم فريق الاعداد منهم المجموعة اللي بكرة. احرصوا اشد الحرص على انك تظهر باجمل صورة وافضل ما عندك على اساس ان الجمهور راح يقيمكم عليها. يعطيكم العافية. شكرا لكم جميعا. ناصر فطيرة سلامات. انا علي الحين السخير ثلاث مرات.